تفاصيل النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج. الخاطف للسيدات في أبوظبي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تكشف عن أحدث بطولات. الفائزات ستحصلن على مبالغ ضخمة. النسخة الحالية من المسابقة ستستقبل الناشئين لأول مرة. الجميع متحمس للنسخة الخامسة من البطولة. وأعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية مؤخرا عن تعاونها مع مجلس أبوظبي الرياضي للشطرنج والألعاب الذهنية، وذلك لتنظيم النسخة الخامسة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، وتم تحديد يوم الأحد 30 أبريل المقبل لإقامة هذه البطولة. البطولة تقام وفقا للنظام السويسري وتكون عبارة عن 7 جولات بنظام اللعب الخاطف. ستشهد المسابقة مشاركة عدد كبير من المتسابقين من مختلف الجنسيات والأعمار، فبلغ عدد المسجلين للمشاركة في البطولة ل 100 لاعب ولاعبة، ومن المفترض أن تشارك كوادر تحكيمية في هذه المسابقة. اللجنة المنظمة لهذه البطولة في نسختها الخامسة خصصت جوائز مالية للفائزات ستبلغ قيمتها 39 درهم إماراتي، بالإضافة إلى جوائز أخرى لأفضل اللاعبين. النسخة الجديدة من البطولة قدمت فرصة جديدة لمحبي الشطرنج من الصغار، فقامت لأول مرة بفتح باب تسجيل لفئة الناشئين سواء بنات أو أولاد، وذلك لتحقيق تواصل بين الأجيال المختلفة، بالإضافة لتوفير فرص اكتساب الخبرات لهذه الفئة في سن مبكرة. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تأسست في أكتوبر 2010 وتحت إدارة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان. تسعى الأكاديمية لتيسير ممارسة الرياضة النسائية في الإمارات العربية المتحدة.